السلام عليكم إخواني أخواتي في درس وحلقة جديدة اليوم. سنتطرق في حلقتنا اليوم إلى حل مشكلة الإشارة في أجهزة الاستقبال. الطريقة شغالة على جميع الأجهزة. الآن سنشرح حل هذه المشكلة مشاكل الإشارة سينيال بالنسبة لأجهزة الميني التي تحتوي على شاحن لوصل الطاقة لتشغيل الجهاز. إذن عندما نريد البحث عن القنوات في ساتيليت معين نلاحظ بأن الإشارة لا تعمل على ترددات الأفقي أوريزونتال ولا تظهر الإشارة. أما بالنسبة لترددات العمودي فيرتيكال فالإشارة عادي شغالة. المشكلة في شاحن الطاقة. سعة هذا الشاحن 20 فولت. نقوم بتغيير شاحن الطاقة وهكذا تحل المشكلة كما تشاهدون. قمنا بتغيير الشاحن بآخر جديد. المشكلة التي تواجهها في مشاكل الإشارة في الأجهزة الأخرى في التردد الأفقي لا تظهر إشارة، أما بالنسبة للتردد العمودي تظهر إشارة. بالنسبة للأجهزة العادية فالمشكلة في التيونر NB، يجب تبديل التيونر كاملا ببطاقة الأم. سعر التيونر يقدر بحوالي 400 دينار جزائري. هذا كل ما كان في حلقتنا اليوم. في حلقة ودرس قادم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وضغط على زر الإعجاب ليصلك جديدنا دائما.